تمر في البلاد العربية أمور كثيرة، نتمنى أن لا تشغلوا نفسكم بهذه الأمور والالتفات إلى العلم والمعرفة والمثابرة والاجتهاد للوصول إلى مراكز عالية من العلم، حيث أن الأمم تبنى على العلم والمعرفة والاختراع، وكل هذه الأمور لا تأتي إلا من نفس تواقة للعلم ورجوع إن شاء الله سالمين وغانمين بالعلم والمعرفة. عندما تصبح الإنسان الأكثر تفاؤلاً في مدرسة الحياة ستتفوق على الجميع وتصل إلى المكانة التي لطالما تمنيتها. هذا ليس كلاماً إنشائياً أو حكمة عشوائية، إنما هي استراتيجية متكاملة أسس بنيانها المؤسسون الأوائل لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووضعوها دستوراً لأبنائهم ليعتلوا منصة النجاح والإبداع. مراحلي الدراسية كلها كمدرسة كنت في مدرسة شيفات الخاصة، درست هناك من الابتدائية إلى تخرجت الثانوية العامة الحمد لله. المدرسة كانت الحمد لله ما مش مركزة فقط على الدراسة، ولكن حتى على الأشياء الأخرى اللي ممكن، الفعاليات اللي ممكن نسويها في المدرسة كفعاليات اليوم الوطني، فعاليات اللي هي نسميها تالنت دي، وأشياء ثانية مثل الفن والموسيقى وأشياء ثانية في المدرسة اللي كنا نتعلمها. وهذا ساعدنا جدا في التعرف على الحضارات الأخرى، في تقبل الحضارات الأخرى، يعني من إحنا صغار وكان في المدرسة معانا ناس من جميع أنحاء العالم، فهذا شيء ساعدنا في نمو شخصياتنا، ومش بس فقط تركيزنا على الدراسة. ما كان عندي أنا أي رغبة في دراسة أي شيء ثاني إلا الطب. لما كنت تقريبا عمري يمكن 6 سنوات شفت دفتر تخرج الوالد من الجامعة، ولما فتحت أشوف الصور المتخرجين وهذيل انتبهت أن أول متخرجين حاطينهم الأطباء، فسألت يعني شمعنا هم الأول ناس في الدفتر، فقال الجامعة فخورة بجميع اللي تخرجوا من الجامعة، لكن مش كثر طلاب الطب لأنهم بذلوا جهد ويمثلون شخصيات مهمة جدا في المجتمع، فحاطينهم في أول صفحات التخرج، وهذا الشيء اللي دفعني من أنا صغيرة أني أكون الأفضل. فقلت خلاص معناته أن الأفضل أن يكون أنا طبيبة، وتوجهت في هذا الاتجاه الحمد لله من الابتدائية. الأهل كانوا جدا جدا متعاونين معي، لما عرفوا أن رغبتي في دراسة الطب يعني بينوا لي جميع الخيارات داخل وخارج الدولة، فمثلا كنت أكلم مدرسيني في المدرسة، كنت أكلم أهلي، كنت أعرف أن مثلا عندي اختيار مثلا جامعة الإمارات أني أدرس فيها أو أني أروح خارج الدولة. تعاوننا وكلمنا أشخاص موجودين في التعليم العالي، ووجهونا أن الأفضل حاليا أن دراسة الطب تكون خارج الدولة. صار لي الحين هني تقريبا 1.5 سنة من أول ما جيت على برلين، كمل دراسة اللغة أول شيء، وبعدين بعدها درسنا اللغة الطبية، بعدين الحمد لله بديت أشتغل في المستشفى. لقد خصصت دولة ألمانيا وقسمت التخصصات الطبية إلى أدق المراحل المتقدمة من الأمراض، وخصوصاً تلك المتعلقة بالأطفال، وأجرت عليها أبحاثاً ودراسات متعمقة جعلت منها دولة متفردة لعلاج أخطر الأمراض.
أنا فخور جدا بمعرفتي بالدكتورة خلود، عملنا معا لفترة جيدة. أعجبني جدا أداؤها وطاقتها العالية في العمل، فهي تمدنا بطاقتها الإيجابية وبالنشاط. على الرغم من أننا نعمل لساعات طويلة، إلا أنها لا تكل ولا تمل وتؤدي ما عليها بكل دقة، كما أنها تتميز بالتعامل مع الأطفال بشكل رائع، فهي تحبهم كثيرا. المانيا ما لها سبب واحد أن الواحد يختارها، لها عدة أسباب، لكن قبل هذا كله أنا كوني كطبيبة وكوني أني أبغى أدرس طب أطفال، هذا أول شيء اللي مفروض أني أفكر فيه. فمثلاً لما أفكر أني أبغى أدرس أطفال، في دول معينة اللي ممكن أني أدرس فيها، الدول اللي هي معروفة بطب الأطفال، لكن أنا مش توجهي فقط طب الأطفال. أنا إن شاء الله بعد ما أكمل طب الأطفال راح أكمل في نفس المستشفى اللي هي مستشفى شاريتي، اللي هو روماتيزم الأطفال، تخصص حالياً غير متوفر عندنا في الدولة، وما في أي إماراتي أو إماراتية وصلوا إلى هذا التخصص. علاقتي مع الأطفال علاقة حميمة جداً، يعني من أيامي في المدرسة وحتى لما كنت أدرس في الجامعة، كنت إذا كان في طفل صغير في البيت أروح أحب ألعب معه وأجلس معه ونسولف ونضحك، واللي يشوفني يضحك علي يقول أنت لساتك يعني 5 سنوات ولا شو سالفتك، يعني ليش تلعبين مع أهلي أهل؟ كل أستانس أحبهم، عندي حب للأطفال مش طبيعي. وبعدين روماتيزم الأطفال كنت خلال سنين الدراسة مطلوب منا أن نغطي فترات في إجازة الصيف نشتغل في مستشفى، فوقتها كنت في مستشفى دبي، ودخلنا على الطفل والطفل عانى وسافر وراح من مكان لمكان، وأسرة من أسرة غير إماراتية جايين إلى الإمارات بسبب الظروف اللي في دولتهم، والطفل عانى جدا وما حد قادر يشخصه كان. في النهاية الطفل انعمى إلى أن توصلنا إلى الحل وعرفنا شو المشكلة اللي كانت فيه، والمرض اللي كان فيه جزء من أمراض روماتيزم الأطفال. ما كان في أي طبيب روماتيزم أطفال، وأتوقع إذا كان في طبيب روماتيزم أطفال كنا يمكن وصلنا للحل أسرع وكنا قدرنا أن نداوي أسرع. المشكلة كانت أن عدم وجود هذا الطبيب، هذا التخصص في الدولة، اضطرينا أن نستعمل أطباء من روماتيزم الكبار، أطباء عيون، أطباء جلدية، وأطباء 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 من يعني أكثر عن مكان عشان نقدر أن نحاول نحصل حل لهذا الطفل. الطفل كان عمره مجرد 4 سنوات وفقد النظر، وما كان له داعي أنه يفقد النظر، وكان يعين دولتنا علشان نساعدهم في أشياء أخرى، لكن حتى هذا جزء من الأشياء اللي دولة الإمارات مستعدة أنها تساعد فيه. وما قدرت أني أستحمل أن إحنا ما عندنا أطباء روماتيزم أطفال، يعني ما حبيت هذا الشيء، وقلت بالعكس لازم الشخص يأخذ خطوة. صح أنه تخصص صعب، صح أنه تخصص يمكن في وايد ناس ما يحبون أنهم يشتغلون فيه، بس لازم حد فينا يأخذ هاي الخطوة، ولازم حد يرجع للبلاد ويخلي البلاد متوفر فيها كل شيء حق أي شخص محتاج، سواء كان مواطن ولا غير مواطن. نقدر أن نعالج عياله، نقدر أن نقول له روح عادي ولا تخاف، وإحنا بناخذ يعني عيالكم في عيوننا عشان اخترت بالضبط هذا التخصص. إن الانضباط والدقة لدى الألمان جعلهم يتفوقون في مختلف الاختصاصات، لذلك إرسال البعثات التعليمية والتخصصية إليها أمر في غاية الأهمية. يتميز قسم الأطفال هنا بالكثير من المميزات التي تجعلنا نتميز عن باقي المستشفيات في مختلف دول العالم. لدينا فريق طبي قوي يتكون من استشاريين ومختصين في أمراض الأطفال وخاصة الروماتيزم، كما يتوفر لدينا أجهزة طبية حديثة تمكننا من إعطاء الخدمات الطبية المتميزة للمرضى
الذين يختاروننا لعلاج أطفالهم. التطور الكبير الذي نتمتع به هنا لم يكن الوصول إليه سهلاً، وإنما تأسس على أبحاث ودراسات أجريت في مختبرات دقيقة وعلى عينات بشرية واسعة، سهلت علينا اليوم مهمتنا في طريقة العلاج بأسرع وأقصر الطرق الممكنة. فنحن نتعامل مع شريحة حساسة من المجتمع وهم الأطفال، لذلك نحن محترفون في تخفيف الألم وامتصاص القلق من قلوب الأمهات والآباء الذين قد لا يتخيلون بأن هذا الأمر يحدث لأبنائهم. الالتحاق الحمد لله ولله الحمد أموره كانت جدا سهلة من خلال المستشفى إلى شركة صحة، ودكتور مطر الدرمكي اللي هو ممثل شركة صحة ومديرها إنسان جدا متعاون ويشجع أن جميع الأطباء يروحون ويدرسون برا ويرجعون ويجيبون أشياء للدولة مش متوفرة. فالحمد لله بعد ما شافوا أن أنا التخصص اللي طالبت لنا مش موجود في الدولة كانت الإجراءات جدا سريعة والحمد لله، وشيوخ الإمارات ما يقصرون، ما حد فيهم يقصر، أي وقت أي حد محتاج أنه يدرس برا، أي وقت أي حد محتاج أنه يكمل دراسته في شيء بينفع الدولة مستعدين وجاهزين الحمد لله. التحديات اللي واجهتها في البداية يمكن تقدرون تقولون من ناحية اللغة، ليس كأن نتعلمها، ما في شيء صعب إلا الواحد يقول عنه صعب، ما في شيء سهل إلا الواحد يقول عنه سهل، مجرد أن نحط في تفكيرنا أن اللغة سهلة راح تصير سهلة. لكن في أول شهر لما الواحد محتاج مثلاً مثلاً أسهل شيء أبسط شيء أنك تروح السوبر ماركت وتشوف كل شيء مكتوبه بلغة أنت ما تعرفها، تحتاج تعرف هذا اللحم لحم شو بالضبط، هذا الخضرة شو هي بالضبط. احنا ممكن نعرف اشكال اغلبية الخضرة لكن عندهم اشياء ثانية غريبة وعجيبة، الصلصات اللي موجودة شو اللي موجود داخلها من شو متكونة، لان في بعض الصلصات والاشياء اللي تستعمل في اليوميات العادية يكون مثلا ممكن فيها كحول، ممكن يكون فيها اشياء محرمة علينا في الدين. فالواحد من هاي الناحية ممكن انه يشوف صعوبات، لكن الشعب هني بصراحة رحبوا فينا ترحيب جدا حلو، واحيانا لما نروح مثلا اي مكان مطعم شيء او نبغى نطلب شيء يقولون بكل بساطه هذا فيه كحول، هذا فيه لحوم انتم ما تاكلونها مثل لحم الخنزير، فيخبرونا والحمد لله هذا الشيء احنا حصلناه. والشعب العربي اللي موجود في مدينه برلين شعب يعني بكميه كبيره الحمد لله، فالواحد اذا محتاج اشياء يشتريها وهذا كله الحمد لله متوفره في كل زاويه في برلين. هذا التنوع الثقافي في ألمانيا وبمدينة ميونخ تحديداً سهل على الطلاب المبتعثين مهمتهم، لأن من أهم عوامل النجاح والاندماج تقبل الطرف الآخر لك. تتمتع الدكتورة خلود بشعبية جيدة هنا، نسمع ردود أفعال مميزة عنها من المرضى وذويهم، منهم من يبحثون عنها لثقتهم بقدرتها، وهذا الأمر يجعلنا سعداء جدا كفريق عمل واحد، فهي أتت بخبرتها وبطريقتها وطورتها هنا بشكل رائع. الدوام
رسمياً من الساعة 8 إلى 4، ولكن ما في طبيب في مستشفى الشاريتي يداوم من 8 إلى 4. أغلبيتنا نداوم من 6 أو 6 ونص الفجر إلى الساعة 8 أو أحياناً 10 في الليل. هذا اليوم العادي، هذا مش مناوبة، مش أي شيء ثاني، هذا طبيعة عملنا يومياً، والحمد لله نكافأ بهذا الشيء. من ناحية أن مثلاً أيام اللي عندنا أوف والأيام اللي ما عندنا شغل ممنوع أن نداوم في المستشفى، ممنوع يشوفونا أصلاً، بيطردوننا على طول، بيقولون اليوم عندك أوف خلاص تأخذ الأوف غصباً عنك. ما في شخص مثلاً يقول لا أبغى ساعد اليوم عندكم زحمة ولا شيء، يقولون لا اطلع برا، روح استانس وتمشى. فالحمد لله قدرنا أن مثلاً من خلال هذه الأشياء، من خلال أن القسم متعاون متساعد، أن نكتشف ألمانيا أكثر عن زاوية، يعني مثلاً كولن ودسلدورف وميونخ وغارمش وزاويات ثانية من ألمانيا قدرنا أن نشوفها. تواصل أو المواصلات جداً تساعد أن الواحد يقدر يروح في المدينة كلها أو حتى برا المدينة، وهذا شيء اللي بصراحة أحب أمضي وقتي فيه، أن أي وقت أقدر أني أطلع من برلين وأروح إلى مدينة ثانية هذا اللي أسويه. والدة زرعت فيني أنا وأخواني شيء اسمه حب المطالعة. كنا لما نكون صغار تجيب لنا كتب، كانت حتى في واحد يروح يسافر يشتري كتب من بريطانيا وأمريكا، هذيك الأوقات ما كان عندنا مولات ما كان عندنا شيء، ويجيبها لين الإمارات وأمي كانت تتواصل معاه ونين نشتري من عنده الروايات. وهذا الشيء خلانا نحب حب المطالعة، نحب نقرأ، نحب كل ما حصلنا شيء. وقمنا بعدين لما كبرنا شوي ما يكون عندنا كتاب نشتري جرايد ونشتريهن ونقراهن، نشتري مجلات ونقراهن، وشوي شوي بديت أقرأ مجلة الصحة والطب، وقمت أقرأ أشياء. بعدين لما استوى عندنا الإنترنت وتطور أكثر وأكثر قمت أقرأ الأشياء المقالات اللي موجودة على الإنترنت. حتى لما دخلت الطب يقولون كتب هذه كبرها يجلس وقراهن ما عندي مشكلة، وهذا كله أنا أشكر الوالدة فيه. حين اللي انزرعت فينا هذا الحب، مش بس أنا وإخواني كنا نحب نقرأ، عندنا روايات وعندنا كتب علمية وعندنا أشياء ثانية ونجلس نقرأ أخبار على الإنترنت، حبينا هذا الشيء بسبتها هي. من إحنا صغار كانت تجيب لنا الأشياء اللي إحنا نبغيها، خاصة الكتب. قوتي استمدها أولا من الله عز وجل، وثانيا من أهلي اللي ساندوني اللي مساعديني في كل شيء، وريني بعد الحمد لله يساعدني ويساندني أني أنا أشتغل ساعات متأخرة، وهذه الأشياء مش كثير من الناس يفهمونها، أن الحرمة تم ساعات طويلة في البيت. لكن لأني أنا قاعدة أشوف مرضى أطفال صغار محتاجين إلى مساعدة، محتاجين إلى شخص يساعدهم، محتاجين إلى علاج، هذا شيء يعطيني قوتي الأكبر. فمجرد أني أشوف أي طفل تعبان حتى لو عرفني لازم أرد البيت الحين، بتشوفوني واقفة وأجلس على روسهم وعالجهم لين أخلص، حتى لو يعني بعده واللي بعده. ذكر دوامي القبلي كنت أحياناً أجلس 4 ساعات بعد الدوام ولا 3 ساعات بعد الدوام مجرد أن أعالج الأطفال، مع أن وقتي يكون مخلص بس ما فرقت في ياه المريض لازم أساعده. أبغى أقول لهم لا تخافون، العلم ما يخوف، الجهل هو اللي يخوف. أكبر مثال على هذا لما يجون مثلا أهل ويشوفون ولدهم ما يدرون شو فيه، يتيهم مثل حالة هستيريا، لأن هذا الخوف، هذا الجهل، هذا اللي هو يسويه. الجهل مو بشرط معناته أنهم هم جهلة، لا، يمكن ما يعرفون الولد ليش يصيح، ليش متألم. وأول ما إحنا نشرح لهم الوضع ويشوفون شو هو، حتى لو كان شيء كمرض يخوف أو يحتاج أدوية أو يحتاج أي شيء،
يهدون فقط مع العلم أنهم يعرفون بالضبط الولد أو البنت شو فيها. مجرد أن يكون عندهم العلم بالحالة يروح عنهم الخوف. فهذا اللي أبغى أقوله، في وايدين ما يبون يكملون دراسة، ما يبون إلا بس نخلص ثانوية عامة أو بكالوريوس، لا كمل كمل كمل، العلم ما يوقف. العلم بعد الماجستير، في دكتوراه، بعد الدكتوراه أدخل تخصص ثاني، أدخل تخصص ثالث، لا توقف. الطب من هذا النوع من العلم اللي هو ما يوقف، لازم كل يوم أعرف أوه في دواء جديد اخترعوه، أوه في طريقة علاج جديدة اخترعوها. لازم أني أكون دائما أعرف عن هذه الأشياء الجديدة. فالعلم في الطب ما يوقف، وأتمنى أن جميع شباب الإمارات ما يوقفون عنه ويقرون. لقد ذاع صيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسمع العالم بها من حكمة قادتها وسياستهم الفذة المبنية على تطوير الإنسان قبل البنيان. انتماء إلى الوطن موجود، مزروع، زرع زايد الله يرحمه سمانا عياله، ما قال أنا شيخكم، قال أنا أبوكم. خلانا نحب البلاد حتى وإحنا فيها نشتاق لها. يعني الله يرحمه يغمد روحه بالجنة، حتى الأوقات اللي كنا نسافر فيها للصيف إجازة ولا شيء نشتاق لنا نرجع حق الإمارات، نقول حر الإمارات ولا بلاد برا، كل شيء في الإمارات ينحب. وهذا الحب هو اللي يخلينا أن ندرس ونتغرب سنين برا عشان نرجع نرفع رؤوس أهلنا ونرفع رؤوس شيوخنا. الدكتورة خلود ليست الطبيبة الإماراتية الأولى المبتعثة هنا، قابلنا أطباء عدة من هذه الدولة الرائعة لديهم شغف وحرص على التعلم وجدية في أداء المهام، كما أنهم يندمجون بسرعة كبيرة ويتخطون التحديات بسرعة. الدكتورة خلود لا تقل عنهم، فنحن نتوقع لها مستقبلا كبيرا، فهي شابة رائعة وطموحة. الشيء اللي أبا أسويه إذا رجعت الإمارات إن شاء الله، أحاول أسوي أي طريقة أن نقدر نشجع أطبائنا أنهم يسوون نفس الأشياء اللي إحنا قاعدين نسويها الحين. هاي ممكن الواحد يسميها مغامرة، ممكن يقول إن الواحد تحتاج قوة، تحتاج شيء، بس ما فيها شيء، ما فيها أي صعوبة أن الواحد يروح كم من سنة يدرس شيء مش متوفرة في الدولة، أو يدرس شيء ممكن يكون أفضل أنه يدرسه برا الدولة ويرجع يفيد بلاده. وإن شاء الله إذا كثرنا من هذا الشيء وخلينا وايد أطباء يروحون يدرسون برا وبعدين يرجعون، بعد تقريباً 10 سنوات أو 20 سنة ما بنحتاج نطرشهم برا، بتكون كل التخصصات خلاص موجودة عندنا. والهدف أنه مش نبعث مرضانا إلى هذه الدول، لأن الحين إحنا إذا مريض استصعب علينا في الإمارات نروح نجيب ألمانيا هني عندنا، أو نودي أمريكا ولا كندا ولا دول أخرى. الهدف أن هذه الدول تجيب مرضاها عندنا إحنا. الحياة مدرسة مشرعة أبوابها، يستطيع الإنسان أن يتعلم منها في أي وقت وأينما كان، فهي تقدم لنا الفرصة تلو الأخرى، وشرط نجاحك بها أن تستغل تلك الطاقة التي وهبك الله إياها. السفارة ما تقصر، إذا حد فينا تعب ولا مرض ولا احتاج دكتور ولا احتاج أي شيء ما يقصرون، يعطونا العنوان، يعطونا الشخص، يعطونا الأوقات، حتى لو نقول لهم حجزونا الموعد أتوقع بيحجزونا. من ناحية فعاليات الحمد لله ما يقصرون، في فعاليات دائما موجودة وإحنا معزومين في جميع هذه الفعاليات، سواء عندنا وقت ولا ما عندنا وقت يبوننا عزومة، يقولون تعالوا تفضلوا عندنا. والحمد لله المستشفى حتى هني عندنا جدا متعاون، يعني حق العيد الوطني يقولون روحوا حضروا، للدامون عندكم إياه أوف، روحوا حضروا استانسوا، هذا يوم أنتم تمثلون في بلادكم، هذا اليوم أنتم تستانسون فيه. وهذا شيء اللي حبيته جدا في دراستي هني في برلين. لا تدع أي شخص يخبرك أن أحلامك لن تتحقق، ففي النهاية شخص ما سيحقق ما كنت تحلم بتحقيقه، فلماذا لا تكون أنت ذلك الشخص؟